ما يقدر حتى حد منكم يختلف معايا في أن السلحفات كانت دائما مضرب المثل عند البشر بصفة عامة في البطء والتأخير. صحيح أنها كتملك قشرة صلبة قوية وسميكة تحميها من الافتراس السهل، لكن المسكينة كتدفع ثمن باهظ وكتحمل عبء كبير بسبب تلك القشرة، لأن ثقلها كيفرض عليها المشي بإيقاع بطيء وكيجعلها ديما جيعانة، وكتوصل ديما مع الطلا وما كيبقى لها من الربيع غير اللي شاط على الحيوانات العاشبة الأخرى. واليوم بعد ما أصبحنا نعيش في عصر السرعة واخترعنا العديد من المركبات اللي كتمشي بسرعات متفاوتة لنقلنا ونقل سلعنا وبضائعنا، أصبحت الدبابة الحربية هي المركبة اللي يمكن لنا نقوله أن صناعتها مستوحات من خلق السلحفات وكتشبه معها في الخصائص ديالها. واللي بغى يعيش عيش السلحفات في الحياة العصرية ويكون ضد السرعة المطلوبة ما عليه غير يختار يركب دبابة ويتخذها وسيلة نقل وتنقل في حياته اليومية. أنا عارف باللي العديد منكم غادي يقول واش كاين شي حد اليوم في الحياة قادر يشري دبابة على قدها ويركبها في حياته العادية؟ الدبابة حتى إلى حماقينا كاع واعتبرناها متاحة، واش غادا تكون عملية في ظروف حياتنا المتحضرة اليوم؟ غادي نجاوبك أخويا، كاين ماشي غير واحد، كاين شعب على قدو اختار يجعل من دولة دبابة ويركب فيها أو يتحرك في الوقت اللي شعوب خرارك بالصاروخ والقطارات الفائقة السرعة أو السيارات الرياضية. اختارت الجزائر في سياستها دير من دولتها دبابة وتركبها. علاش كنقول هذا الوصف وأوجه التشابه بين الدبابة والجزائر الدولة؟ غادي نعرفوه جميع بعد الفاصل. لكن قبل، إذا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ما تنساش تشترك وتدعمني بلايك وتبارتاجي مع الأصدقاء ديالك. المعروف عند الناس أن الدبابة اللي هي مركبة حربية تقيلة بزاف ومكلفة المصاريف وكتستهلك 10 ديال لتر من الوقود في الكيلومتر الواحد، قطع غيارها باهظة الثمن وبالعملة الصعبة، ورغم ما يظهر عليها من قوة فهي ضعيفة أمام الأوحال إلى صدفتها في طريقها. وهاد الأوحال ماشي تقدر غير تعرقل السير ديالها فقط، ولكن تقدر تشل الحركة ديالها تماما. ومن خصائص الدبابة أيضا أنها كبيرة الحجم، ومن شروط انتقاء المؤهل لسياقتها أن يكون عدوانيا لا يرحم أبدا وله قابلية لتخريب ودهس أي شيء ولو كان جميلا أو غاليا، ومن التدريب الإلزامية اللي كتعطاليه أن يدهس ويطحن عربة قديمة مدنية كتوضع أمام دبابته باش يسويها ويوطيها مع الأرض تحت ثقل الدبابة ديالو وكبارها. والقائد الحقيقي للدبابة لابد أن يكون عسكري الخلفية والعقيدة وغير دبلوماسي وهجومي بالفطرة، ويكون منعزل ويختفي على الناس أثناء قيادة الدبابة، ماشي بحال سائقي السيارات المدنية اللي كيظهروا بوجههم حمر وكتبان السياسة ديالهم بغيت نقول السياقة ديالهم بكل وضوح من مور الجاج. لا، قائد دبابة كيخلي غير الناس اللي معاه في الفرقة واللي كاين اللي كيتلقى ليهم اسم العصابة يبانوا في بلاصتو وينوبوا عليه ويتكلموا على إنجازاته في الكلام اللي كيكون كله بضمير الغائب هو، يعني هو اللي ما كيبانش وسايقها على الله. والتقدم ديال الدبابة في أي ميدان اقتصادي ولا اجتماعي اسمحوا لي قلت تقدم ديال الدبابة في أي ميدان صحراوي ولا صخري ولا غابوي كيكون بالضرورة بطيء جدا جدا ومكلف كثيرا كثيرا وغير مريح للركاب مقارنة مع باقي المركبات الأخرى. تخيلوا معايا هاد الأوصاف اللي قلت لكم كلها كتنطبق على الجزائر اللي بان ليا أنها دولة دبابة وتصير بأسلوب قيادة الدبابة. باغين تعرفوا علاش؟ غادي نقول لكم الأسباب. أولا، القائد البطل الحقيقي ديال الدبابة وديال الجزائر الدولة من خلفية وعقيدة عسكرية. هاد البطل اللي كيسير الجزائر حتى هو منعزل وما كيبانش للناس من اللي كيكون كيسوق. ثانيا، كما الدبابة كبيرة بشكل واضح على باقي المركبات، دول الجزائر القارة كبيرة على باقي الدول. ثالثا، كما التكلفة ديال تسيير الدبابة غالية وبالعملة الصعبة، الجزائر اللي كتدعم كاع المواد والسلع اللي كتستوردها بالعملة الصعبة وكتدعم امتلاك المنازل وكتشري السلم الاجتماعي وتشري السلاح بمبالغ خيالية حيت داخلة فيها العمولة، يمكن نقول ان الدولة حتى هي هنا حلوفة ما كتشبعش بحالها بحال الدبابة. رابعا، المشكلة أن الجلوس في الدبابة وخا كبيرة ما مريحش،
لدرجة أن ركاب الدبابة كيتخنقوا وكيتزاحموا وكيحاولوا يتحركوا داخلها، واخا كبيرة كيشدوا الصف على أي تحرك بغاو يديروه في الدبابة، سواء داخلين ولا هما خارجين، ديما كاين رشين. نفس الشيء الإخوة في الجزائر دايما مخنوقين ومقلقين وطالع عليهم الدم ودايرين حراك، وأي حراك داروه كيما بغا يكون كيبقاو دايما مخنوقين وكيشدوا الصف أمام الأبناك، أمام محلات بيع المواد الغذائية، واخذوا ولد البترول الصف عباد الله حتى على شكارة حليب وكيسمد. لا إله إلا الله. Oh, okay.
خامسا، الركاب ديال الدبابة كيكونوا مزموتين لداخل، ما تعرفهم ركاب ولا مساجين، منعزلين، ما عندهم حتى علاقة بالعالم الخارجي. وقائد الدبابة هو بوحدو اللي عنده داك المنظار على الخارج، وكينقل لهم الصورة كيف دايرة برا من الزاوية اللي بغا هو يشوفوا بها هما الحياة كيفاش دايرة. نفس الشيء الجارة الجزائر، العقلية والعبقرية القائدة الفدة السديدة كانت سابقة لأوانها وغلقات الحدود بكري على شعبها، وكأنها تنبأت وفطنات بمجيء كورونا بالتبصر ديالها والإلهام اللي نزل عليها الله وحدها في العالم، ودخلت شعبها في معسكر تدريبي للحجر الصحي سنين قبل الوباء. وهكذا حتى الشعب واخا تكرفص راه بعدا دوز تربوس مزيان واستعد للوباء، وهي جنات عليه جنات التمار ديال هاد بعد النظر ديالها، وبقات الحكومه كتنقل لهم صور التهديدات الخارجيه والعدو اللي كتشوفوا غير هي بمنظار اللي طبعا عندها بحال المنظار ديال قائد الدبابه. والمشكله في كل من هذا وذاك ان ركاب الدبابه بكثر ما ولفوا الحجر المفروض عليهم هذه سنين، ولاو كيستغربوا من اللي كيسمعوا الشعوب الاخرى كتسائل وقتاش يترفع عليها الحجر. نعم السي، سكان الدبابة اللي طبعوا مع الحجر منذ زمن قديم، وقبل كاع ما يكتشف العالم بأسره الحجر غير مؤخرا ويطبقوا مع مجيء كورونا، وهذا يمكن يعطي الحق للجزائر تحتج على العالم اللي قلدها من بعد ما شاف النجاح ديالها كسباقة لفرض الحجر على الشعب وحمايته الفعالة من كل ما يمكن يتسرب له من ثقافة أجنبية ولا وعي سياسي ولا تواصل معرفي. وأكثر من هذا، وحدت لي حتى من بعد النهل من المعلومات ديالها وتكوين ثقافتها اللي ولا فقط وسائل الإعلام الجزائرية السمعية والبصرية والمكتوبة، ونجحت العملية نجاحا مبهرا تقارب نسبته 80%. لكن بقات واحد نسبة من ركاب الدبابة يدعون الحراك والنزول من الدبابة اللي كيلاحظوا ان السرعه ديالها بطيئه جدا وما كتمشاش وتناسب الطموح ديالهم، وكيطالبوا بتغيير المركبه بمركبه سريعه واخا تكون صغيره الحجم بحال السيارات الرياضيه التونسيه اللي واخا صغيره في الحجم هربات على الدبابه الجزائريه وخلاتها موراها. لكن كيجاوبهم سائق الدبابه وهو ملصقينه في المنظار ديالو، لو كان تشوفوها ولادي الخطر اللي كيتسناكم، المؤامرات اللي كتحبك ضدكم الا زغبكم الله وخرجتو من هاد الدبابه، والله الا غير داسوكم السيارات الاخرين اللي كتشوفوهم كيجريو. وراه السياره الرياضيه التونسيه واخا سبور وسريعه راه فيها غير جوج ديال البلايص، ما تقدرش تهز العدد ديالكم كامل، خليكم حسن في الدبابه هي اللي لايقه لكرانكم. كيجاوبوا شي وحدين اشي فوري هذيك الله، واخا سيدي خلي السياره سبور تونسيه بلا ما تركبنا في بحالها، حيت قلتي ما قاعدها قليله على عددنا، دير لينا غير شي ليموزين بحال اللي راكبين فيها المراركه جيراننا، راه عددهم قد عددنا وراكبين في الصالون ديالها مرتاحين كليماتيزي وموسعين وعندهم كونيكسيون مع العالم الخارجي ما كتقطعش، والليموزين ديالهم رخيصه في الثمن مقارنه بالدبابه، وكتستهلك الوقود قل من هاد الطنق اللي حنا مكدسين فيه ومزاحمين فوق الحديد ديالو. بالراخ راه كيضحك الشيفور وقال لهم شتو ديك الليموزين اللي راكبين فيها المراركه راه واخا رخيصه كلها كريديات ونبيعو نصها للناس اللي كيضلوا يجيو يركبوا معاهم ويزيدوا لهم فيها تعديلات، وانتم راكم رجال قادين تجلسوا على الحديد وتصبروا، وهذوك صحاب الصالون ديال الليموزين ماشي فحوله بحالكم وما يقدروش يجلسوا بحالكم على الحديد حيت مساكن ما عندهمش النيف. وزاد صعد من اللهجه ديالو وقال لهم انتم ما عارفينش قيمه الركبه في الدبابه، انتم راكم زعماء افريقيا، دبابتكم اقوى مركبه واحسن قياده في شمال افريقيا، خصكم تعرفوا قيمتكم في العالم وراكم محسودين من الجيران وكيضربوكم بالعين، شوفوا غير القائد اللي جاي يقود الدبابه كيحسدوه كيعينوه كيمرض، داكشي علاش سمحوا لي ما غاديش نبقى نبان حتى ليكم ولا نتكلم معكم، واتفقت مع العصابه ديالي بما اننا احنا مسلمين نقتديو بالمسلسلات الدينيه الرمضانيه القديمه اللي ما كانوش كيبينوا فيهم صوره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى حنا نعدلوا القانون ونخفيوا الرئيس ديالنا ويبقى يخرج عليكم غير شي واحد من العصابه ديالو، كنقصد يخرج عليكم غير شي واحد من الفرقه ديالو يتواصل معكم ويقول لكم انا الرئيس رضي الله عنه واشفاه، وكيقول لكم انكم مهددون بخطر فلا تبارحوا الدبابه لكي لا تدهسكم الليموزين والسيارات الاخرى اللي كيجريو في الطريق.
ويستمر الحال على ما هو عليه. هو خا هكذاك غادي يبقى الامل ديما موجود، عندك الاقليه باللي غادي يجي واحد النهار وهاد الدبابات وحلف الوحل وتوقف وينزلوا يغيروها بسياره مدنيه وسائق مدني حقيقي انيق ويشدوا بها الطريق السيار بالسرعه المطلوبه بحالهم بحال السيارات الاخرى.